اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. والبدايه من مباريات الدوري النهارده، بيراميدز نجح في الفوز على الاسماعيلي بنتيجه 2-1 في اللقاء اللي جمع بين الفريقين في الجوله 7 من البطوله. الاسماعيلي تقدم بهدف سجله ياو انور، ونجح عبد الله السعيد في تسجيل التعادل، وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني عشان يحصد بيراميدز 3 نقط ثمينه، وصل بيهم للنقطه ال 16 في صداره جدول الترتيب، وتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطه الرابعه في المركز ال 14. المباراة الثانية كانت بين الأهلي وسموحة، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين عشان يتعثر الأهلي المباراة الثانية على التوالي ويرفع رصيده للنقطة ال 14 في المركز الثاني، ورفع سموحة رصيده للنقطة التاسعة في المركز التاسع. النهاردة الأهلي أهدر أكتر من فرصة محققة، كان أبرزها فرصة لمهاجمه صلاح محسن اللي فشل في هز شباك سموحة النهاردة. تعالوا نشوف رأي الجماهير في مستوى هجوم الأهلي في الفترة الأخيرة، وهل الفريق محتاج مهاجم في يناير ولا لأ، ونرجع لكم مرة تانية. محتاج مهاجم طبعا، لأن مودست مش أحسن حاجة ولسه ما تأهلش، وصلاح محسن برضو مستوى ما أهلش الأهلي يعني، بس فمحتاجين ان احنا نجيب مهاجم اجنبي. طبعا محتاج بالفعل، لان لحد هذه اللحظه موديست ما اداش المطلوب منه، وطبعا اعتقد ان الجماهير غير راضيه، وخصوصا بعد ما عرفنا ان موديست كان مبطل بقاله فتره كبيره جدا. فبالفعل الاهلي كان محتاج مهاجم سوبر يليق بنادي الاهلي بالفعل يعني. طبعا بدون جدال الاهلي محتاج مهاجم، مش من يناير، من اول الموسم، لسبب كبير ان كولر في بدايه الامر طلب مهاجم، وطبعا الاخفاق اللي حصل مع المهاجم اللي لحد دلوقتي ما قدمش اوراقه، تمام. في يناير لابد ان احنا يكون في مهاجم. هو محتاج مهاجم واثنين، حضرتك كده واحد لا يكفي، اثنين لا يكفي. المهاجم الفرنسي وديز ده برضه لسه ما ثبتش وجود لغايه دلوقتي. الفرقه الثانيه زي الزمالك ما شاء الله كده، واللعيبه بدات تظهر عنده طيرهم بره كده. هو فالاهلي محتاج اكتر من مهاجم. وايد مودست الفتره الاخيره مش مقنع، ولاعب تحسه كبير وتقيل في الملعب، مش قادر يأدي، مش لسه ما خدش، ما ولفش على الفرقه. عندك مثلا صلاح محسن برضه خد فرص كتير ولعب كتير، برضه لسه ما اداش حاجه، وما بينش مثلا ان هو مهاجم مؤثر. احنا محتاجين فعلا مهاجم. ونروح لاخبار الزمالك اللي اختتم تدريباته لمواجهه مودرن فيوتشر بكره في اطار منافسات الدوري الممتاز. معتمد جمال المدير الفني للزمالك اعلن قائمه الفريق لمواجهه مودرن فيوتشر، واللي كانت شاهده على عوده محمود علاء مره اخرى بعد ما تماثل للشفاء من الاصابه اللي تعرض ليها مؤخرا، فيما استمر غياب عبد الله جمعه وكذلك مصطفى شلبي. تعالوا نروح نشوف توقعات الجماهير لمباراه الزمالك ومودرن فيوتشر بكره، ونرجع لكم مره ثانيه. ان شاء الله باذن الله توقعاتها هتبقى كويسه، ولان هي مباراه ممتازه جدا ان شاء الله، وربنا يوفق نادي الزمالك ان شاء الله. والله انا شايف هتكون مباراه صعبه على نادي الزمالك وعلى نادي فيوتشر. هو الزمالك فيه مشاكل الفتره اللي فاتت ديت، مشاكل اداريه كتيره، وفي مشكله في الفريق، ونادي فيوتشر فاق الفتره اللي فاتت وعمر كمان عبد، والدنيا كويسه معاهم كابتن دابس، فشايف ان عمر كمان عبد الواحد برضه فارق معاهم الفتره اللي فاتت، واحمد عاطف، فشايف ان المباراه هتكون صعبه على الفريقين يعني. والله توقعاتنا ان شاء الله بكره بالزمالك ان شاء الله بالفوز بأمر الله. بس هو برضو يعني في حاجة كنت عايز أقولها، يعني الماتش اللي هو اللي فات الزمالك ما كانش يعني يطمن قوي، كان المستوى قلل شوية الماتش اللي فات اللي هو بتاع أفريقيا اللي احنا لعبناه. بس إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني الماتش بتاع فوتشر ده هنأدي فيه أحسن بأمر الله، والنتيجة هتبقى كويسة لصالح نادي الزمالك بأمر الله. إن شاء الله هتكون تعادل، وهو معتمد جمال عامل حالة في الفريق ومنظم الفريق، يعني هو نظم الفريق دفاعيا، وخط النص برضه شغال حلو الايام دي، وزيزو طبعا زيزو عامل فايق وعامل فرق، وهو اوباما. هيبقى الماتش متكافئ، ماتش متكافئ، يبقى في فرص في فرص، بس ان شاء الله برضه انا بقول برضه وقررت بقولها برضه تاني، بقول لك الزمالك هيكسب ان شاء الله. معتمد جمال حرص على عقد جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك،
وأشاد بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تألقه وتسجيله الهدف فوز الزمالك على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية. تعالوا نروح نشوف رأي الجماهير في مستوى أوباما مع الزمالك في الفترة الأخيرة ونرجع لكم تاني. ومستوى أوباما دايما يعني هو لاعب ممتاز عامة يعني، بس هو دايما كلاعب هو لاعب هوائي يعني، ما دايما متذبذب كده، بس هو الفترة الأخيرة يعني احنا شايفين ان هو بيقدم مستوى كويس جدا يعني، ونتمنى ليه ان هو يفضل في الاستمرار ده يعني. والله احنا شفنا أوباما الفترة الأخيرة يعني سبب من أسباب حاجات كتيرة حصلت في الفريق يعني، كان آخر حاجة اللي هو هدف أول امبارح ده كان هدف الثلاث نقاط. شفت طبعا الفترة الأخيرة غير ماتش امبارح ده يعني متألق في كل المباريات اللي فاتت، نتمنى طبعا استمراره ونتمنى طبعا انه يقدم مستويات أفضل من كده. هو عنده حاجات كتير بس لسه إن شاء الله مع استمرار الوقت هتطلع حاجات أحسن من اللي هو عملها دي. المستوى الفترة الأخيرة دي أوباما من أكثر اللعيبة اللي لعبت في الفترة الأخيرة دي من بداية الدوري من ساعة رجوعه، وهو أفضلهم طبعا من بعد أحمد سيد زيزو، وهو في تطور مستمر. غير كده احنا عندنا نقص كتير جدا، وهو ده اللي مؤثر على مستوى اوباما وبعض اللعيبه يعني. اوباما محتاج ناس تحت منه. اوباما لاعب محوري بيقدر يلعب في اكتر من مكان، سواء يلعب 10 مهاجم يقدر يلعب وينج، فهو لعيب لا غنى عنه. والله اوباما من اللعيبه اللي هي من ابناء النادي وبيلعب بروح الفانيلا، وانا كنت من الناس اللي هي رافض ان هو اصلا يطلع اعاره للسعوديه، ولما رجع النادي انا فرحت جدا، ولما اداء كويس ولقيته بيلعب وفرحت جدا لما لقيته في التشكيله الاساسيه الفتره الاخيره يعني، وهو من عمود من عمدان الفرقه زي شيكابالا لعب وزيزو وعب شافي، ناس من الناس الثقيله يعني اللي ممكن يحرك الفريق. هو يوسف اوباما كان عنده مشاكل معانا الفتره الاولى بسبب مستواه كان يعني غريب شويه، بس لما راح السعوديه ورجع يعني فهو فارق معانا، خصوصا ان الكواليتي عندنا في التيم مش احسن حاجه الفتره دي، فوجود عنصر زي اوباما فهو في النهايه كابن النادي يعني هيحاول يطلع اقصى ما عنده على قد ما يقدر يعني، فهو مفيد الفتره دي احسن يعني من الاول بكتير. ولسه مكملين مع الزمالك اللي بيواصل البحث عن مدير فني اجنبي بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو. النهارده تقارير صحفيه في تشيلسي اكدت ان المدرب خوسيه لويس سييرا المدير الفني الأسبق لاتحاد جدة السعودي قريب من تولي القيادة الفنية للزمالك في الفترة المقبلة، وأكدت أن في مفاوضات فعلا من جانب مسؤولي الزمالك مع المدرب اللي بيسعى للظهور بشكل مميز في المنطقة العربية، خاصة بعد نجاحه السابق مع اتحاد جدة السعودي. الاتحاد المصري لكرة القدم بيدرس حل أزمة تعيين مدير فني للجبلية، خاصة بعد ما الفيفا أمهل الاتحاد فرصة حتى نهاية العام لتعيين مدير فني. في اتجاه داخل اتحاد الكرة لتعيين جمال محمد علي مدير إدارة المدربين في منصب المدير الفني للاتحاد، ويتم اختيار الفيفا بالأمر. ونروح للكرة العالمية. النهارده تقارير صحفية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بيفكر في التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشلوتي مدير ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، خاصة أن في عدم رضا عن مستوى الفريق مع إريك تنهاج. أنشلوتي كان عنده تجربتين في الدوري الإنجليزي بعد مقاد تشيلسي وإيفرتون، ومانشستر يونايتد متحمس لفكرة التعاقد مع المدرب الإيطالي، خاصة أن عقده هينتهي مع ريال مدريد الصيف المقبل. كده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، ومكملين بعد الفاصل مع كابتن ميدو.